الله يسعد مساك رب، الله يعطيكم ألف عافية. اليوم حلقتنا راح تكون من سلسلة التدريب الصيدلاني على الفرق بين الأدوية المرصدة والأدوية المقيدة، وراح تكون عن أدوية اللي بتحفظ بالثلاجة، وراح نحكي فيها عن أنواع الحليب وأغذية الحليب للأطفال. الكنترول دراج، تمام. الأدوية المرصدة اللي هي بالمكثف حتكون بصفحة 27، وفي عندي الإكزاناكس، في عندي البرازين، عندي الترامادول زي الترامال، اي دواء تركيبته بريكابالين، تمام. هذا اجى سأل سؤال الفصل الماضي والقبله، ايش اجدد تركيبة ترصدت؟ على طول بنقول له بريكابالين، تمام. بريكابالين لازم نكون حافظين، جاليكا، ايبجا، بريكاب، نيرفاكا، لايركا، يوجابا، بس واحد اثنين يعني ما في مشكلة، بس نكون عارفين اجدد دواء ترصد، تمام، هو بريكابالين، تمام، بريكابالين. طيب لو سألني الجابنتين اترصد ولا لا، هنا بنقول له هذا مقيد. وهسه بدنا نحكي الفرق بين الأدوية المرصدة والأدوية المقيدة. الأدوية المرصدة بتكون هيك وصفة عادي، بيضة ما فيها أي مشكلة، راح يكون فيها جميع المعلومات الخاصة باسم الطبيب، راح تكون مختومة باسم الطبيب أكيد، حتكون مكتوب عليها اسم المريض أكيد، راح يكون مكتوب عليها تاريخ الوصفة أكيد. تصرف الوصفة قبل 3 أيام، أي لا تصرف بعد مرور 3 أيام عليها. الدواء المرصد يجب أن يكتب لوحده من غير وجود أدوية أخرى معه في نفس الوصفة. يعني أجت لي وصفة ترامال، بشوف الوصفة، تاريخ موجود، اسم المريض موجود، ختم الطبيب موجود، كمية المحددة موجودة، تمام. مين بصرف الوصفة؟ بصرفها بس الصيدلي المسؤول، باخذ الوصفة برصدها، بكون في دفتر مخصص للأدوية المرصدة، تمام، برصدها، بطلع الدواء من الخزانة السموم، تمام. طبعا المفتاح ما بكون في الجو، المفتاح ما بكون جوات، يعني المفتاح بكون لازم برا الصندوق، لازم يكون مع الصيدلي المسؤول. باخذ صيدلي المسؤول المفتاح، بفتح الخزانة، بطلع الترامال، برصد الوصفة، بسكر الخزانة، تمام، وبعطي الدواء. هيك بالنسبة للأدوية المرصدة، تمام. يعني لو سألني المراقب، لو اجتك وصفة فيها كزانكس، برازين، ترامال، كاليكا، بنصرفها؟ بنقول لا، لازم الصيدلي المسؤول يصرفها، هاي ادوية مرصدة، تمام. المقيدة ايش؟ المقيدة يعني هي بتكون لازم انا اصرفها بوصفة بس ما برصدها، بكون في عندي دفتر اليومي، تمام. الاشي عندي الروفتريل، بيجي منه تابلت وبيجي منه دروب، تمام. طبعا تركيب تكلون الزيبام ما رح يسأل عنه، بس من باب الاحتياط، تمام. عندي ستيدون، بيجي عياراته 2 و5 و10 ميلي جرام تابلت، وبيجي منه انجكشن كمان زي الزيبام. بديل الستيدون اللي هو الفاليوم، تمام، الكل بيعرفه، يعني مثلا الكاباتريكس، النيورونا، هذا مش مرصد، مقيد. الدينكزيت مقيد، الاكزوبام مقيد مثلا، يعني لو طلبها واحد مثلا اهلي كذا بقدر اجيبها من الصيدليه، ما في عندي كميه محدده، ما برصد الفاتوره، عرفت علي كيف؟ هاي اسمها مقيد. ادويه الثلاجه سهل جدا، ادويه الثلاجه سهل، درجه حراره الثلاجه حكينا قديش، من 2 ل 8. لو حكى لي اذكر لي 4 أدوية 3 أدوية من الثلاجه، هسه بدنا نحددهم. بس هنا مهم جدا لما يسأل سؤال مراقب بتجاوب بذكاء، تمام. ما تعملوا فيه زي الفصل الماضي والقبله، دكتور سألني الدكتور أدوية ثلاجة وحكيت له هرمونات حمل، طب ليش تحكي له هرمون حمل؟ يعني راح يدخل معك يمكن بأسئلة، يدخل معك، طيب يعني في شغلات كتير سهلة، يعني بنحفظ شغلات سهلة، تمام. احنا في مليون دواء، بس احنا بنحفظ الشغلات السهلة في حال حاب يسألني نكون عارفين، تمام. فأدوية الثلاجة بعطيك إياها بتحفظوها، الباقي ما تحكوا له إياها عشان ممكن تخشوا في دوامات، تمام. أدوية الثلاجة نحفظ النوربيون، تمام.
لو حكى لي ايش استخدام النوربيون شو فيها، فيتامين بي كومبلكس، تمام. يعني لو سألني بتقدر تطلعني من السؤال، بقول له هايدي دروب، تمام، هايدي دروب لازم نحفظ من الثلاجة من 2 ل 8. لو حكى لي شو بيستخدم، فيتامين دال للأطفال، تمام. ليش بيستخدم للأطفال؟ عشان الكساح، الأطفال الوقت بقوة، عشان المشي كل يوم نقطة كوقاية، ما في المشكلة بيستخدم، تمام. فينيكول اي دروب حفظ، مهم تحفظوها. الفينيكول حكينا شو تركيبتها وشرحناها في الانتيبيوتيك. كلورام فينيكول حكينا، كلورام فينيكول اي دروب لازم تنحفظ بالثلاجة، واي اويتمنت لازم ما تنحفظ بالثلاجة، تمام. كلورام فينيكول انتيبيوتيك انهبيت بروتين سينثيتيز بكتيريا ستاتيك، هذا معروف عنه. الابر الانسولين شرح لهم في الانسولين، حكينا الرابيد اكتنج والشورت والميكسترد وهدول كلهم وين بحطهم، بحفظهم في الثلاجة، تمام. بالنسبة للحليب البيبي فود والملك سهل جدا، تمام. أغذية الأطفال والحليب، أنا شو بدي أكون عارف إنه أنا في عندي في الحليب 3 مراحل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى اللي هي بتكون من الولادة لحتى 6 شهور، تمام. المرحلة الثانية من 6 شهور لسنة، والمرحلة الثالثة من سنة ل3 سنين، وبعد 3 سنين عادي بصير يشرب الحليب اللي هو الأكياس، تمام. نعيد، المرحلة الأولى من عند الولادة لحتى 6 شهور، والمرحلة الثانية من 6 شهور لسنة، والمرحلة الثانية آسف والمرحلة الثانية من ست آه والمرحلة الثانية من 6 شهور لسنة، والمرحلة الثالثة من سنة ل3 سنوات، تمام. طبعا في اشي بكون في مكتوب عليه حليب الالف، هو بكون اللاكتوز فري، خالي من اللاكتوز، بكون عنده حساسية من اللاكتوز، تمام. في عندي الاي سي اكسترا كير اللي بكون معه نفخة، في عندي الاي ار انتي ريجوليشن اللي هو ضد الارتجاع، اللي هو لأول ما يشرب الحليب براجعه، تمام. بكون في تركيز اخف، وفي الاتش اي هايبو اليرجيك اللي برضه بكون ما عنده تحسس. لو حكى لي اذكر لي حليب، ما تمام، اعطيني انواع الحليب الموجوده بالصيدليه. فانت لازم تحفظ، تكونوا حافظين اقل اشي 3. اهم اشي نكتب عنه الصحه لدار الغذاء، تمام. بيبلك ابو صفرة للايمان، والاس 26 للزراعيه، تمام. 3 كافه. طبعا الحليب كتير، في عندي بريملك، وفي عندي ميملك، وفي عندي ابتميل، ملان انواع حليب، تمام. بس احنا نكون حافظين 3: صحة، بيبلك، الـ26، سيميلك، ميميلك، بريميلك، ما في مشكلة، اي 3، تمام. وين بدي احفظ الحليب؟ اكيد بدي احطه بعيد عن اللايت والحرارة، تمام، عشان الرطوبة. لو سألني طيب سؤال، كيف نستلم طلبية؟ لو حكالي كيف حنستلم طلبية، اكيد اول اشي راح استقبل المندوب بابتسامة جميلة، تمام، اكيد ما حاطرده برضه، راح اطلب الكشف من المندوب، اكيد راح اتأكد من اسم الصيدلية والتاريخ الطلبية. يعني احنا مثلا صيدلية سين وصلت الطلبية لصيدلية صاد، اكيد ما حاخدها، تمام. اتأكد من تاريخ الطلبية، اتأكد من المواد والعدد المطلوب. والله انا طالب بيبي اسبرين 100 قطعة، وصلت 50، بدي استلمها، لا بدي اتأكد من تاريخ الاكسباير، تمام. والله لو حكى لي المراقب وصلتك طلبية 10 قطع دوكسيدار وكانوا اكسباير، تستلمها ولا لا؟ بقول له لا، شو بدي استلمها، هي اكسباير، شو بدي اسوي فيها، تمام. اذا كانت الطلبية مبردة يجب ان يكتب على الطرد مبرد اجباري، تمام. يعني مثلا لما بداوم بالصيدلية وكذا، اذا اجت طلبية ابر انسولين نوربيون كذا، بكون لما توصل الطلبية من النقل بكون مكتوب على النقل مبرد، عشان الصيدل على طول يعرف، تمام. عشان في صيدليات حرة، هي ما بتدخل الطلبيات المس ايش الصبح، بس اذا كان مبرد اجباري اقل شيء يحطها بالثلاجة، تمام. هاي المعلومة خليكم عارفينها.